من فتاوى شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الشرع في أخذ الأجرة على الشفاعة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأصل أن الشفاعة من باب فعل الخير، أن الشفاعة من باب فعل الخير، أن الشخص يشفع لفلان في أمر ديني أو أمر دنيوي من باب فعل الخير وباب التعاون، كما هو المتعارف عليه بين الناس، وكذلك أيضا كما هو ظاهر الأدلة. فإن كان أخذ الأجرة في الشفاعة، إن كانت الشفاعة محرمة فلا تجوز الشفاعة ولا يجوز أخذ الأجرة أبدا. وإن كانت فيها شبهة لا يسعى الشخص في الشفاعة ولا يأخذ الأجرة. وإن كانت الشفاعة في نشر خير، في إقامة حق، في إظهار حق، في كذا، فهذه من الأمور المطلوبة التي ينبغي التعاون عليها. الشفاعة فيها يبقى لو اشترط أجرة فهذا يعتبر من الأمور المخالفة للآداب والضوابط والرغبة في فعل الخير والإحسان إلى الناس. في مثل هذه الأمور قد تكون كلمة يقولها وما أشبه ذلك، فلا يحتاج يشترط على ذلك أجرة ولا يطلب أجرة. فإن أعطي له إعطى له من شفع له من باب مكافأة وإحسان جاز له أخذ الهدية هنا. أما اشتراط الأجرة فهذا أرى أنه لا يجوز، والله أعلم. في الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com